معاكم سندويشات كذا مثلثة، بعد زي الأقماع بس مثلثة شوي، غير شكلها غير. المهم بصلحها معاكم بخبز التورتية والستريبس. الوصفة سهلة، بيعشقونها عيالكم، بيحبونها، وتغيير عن المألوف. أول شيء عندك ستريبس، نوع اللي تفضلينه اقلي، قلاية هوائية، زيت، براحتك. فبقليه بعدين برجع لكم نكمل الوصفة مع بعض. اقلي الستريبس او في القلاية الهوائية براحتك، كل شيء فينا مناسب سويه. هنا عندنا الدجاجة هذه، راح نقطعها بهذا الشكل. من قد استنونها تبرد شوي، انا ما انتظرت، بحاول اقطعها لسه اصغر شوي. تحني زيتك وتحطي ثلاث لايا حمرا لا صفرا. الان راح نحط عليه الذرة. نقلب الدجاج، طبعا حطيت الحرارة على الوسط الحين. نقلب حسب نوع الستريبس حقك، بس ملحي وثلاث كاتين ملح، لأن بعض أنواع الستريبس مالحة. فلفل أسود، بيكنج مايونيز، نضيف الصلصة الفرنسية، قدها تقريبا، وبنضيف صوص البافالو إذا عندكم، إذا ما عندكم حطوا سيراتشا أو أي صوص حار، شطة، صومطة، عادي. بحط شوي بس من صوص البافالو، هذا ما هو حار أو حرارة معتدلة. نخلط هذه الأشياء كلها مع بعض. بس والله صارت حشوتنا شبه جاهزة، باقي لها فقرة، بيها تبرد شوي بعدين أعلمكم. الان بعد ما برد نوعا ما، المفروض يبرد اكثر عشان والله مستعجله، بحط الخس. اضافه الخس اختياري، ما تبين لا تضيفين. الله يعين على الوائل، يحس اني انا مضطهدته، ما يحب الفلفل البارد، ما يحب الخس، ما يحب البصل، ما يحب يعني عرفتوا الاطفال زيهم كذا، فيحس اني مضطهدته لما احط هذه الاشياء. صراحه هي اللي تحلي الاكل وبتذوب. يعني عندي التورتية راح نقطعها بالنص بهذا الشكل. نحضر هنا، بنحط الدجاج الحشوة يعني بهذا الشكل، وبحط فوقها شوية جبن تشيدر، موزاريلا، اللي ودكم. أنا خالطة نوعين من التشيدر. بنلفها عشان تصير زي القمع او زي المثلث كذا، تمام، وبعدين كذا خلاص بنخليها كذا. بنخليها كذا، بعدين بنضغطها بالضغاطة وبتكون جاهزة. فأنا بجهزهم وبخليهم مع كلها. طبعا حسبت حساب ولدنا لانه يحبون هذه الوصفه، هي يعشقونها، واكيد اذا شافها بيقول عيديها، فعشان ما عيدها حسبت حسابه. اذا جاء في الليل يتسحر فيها. المهم حقتها ما راح احطها بالحماصه الحين، لما يجي بحطها بالحماصه. المهم اللي باقي الحين بغلفه وبخليه لين بعدين، بس احطه بالحماصه، بدهنه بزيت او تحمصونه على صاجه براحتكم، اللي تشوفونه مناسب سووه، او اللي تشوفونه اسرع لكم سووه. انا بحطه بالحماصه، ببخها كذا بخة زيت وحمصه وخلاص بيكون جاهز بالعافيه. هذه من الاشياء اللي يحبونها، خاصه الان نهايه الشهر زهقوا وطفشوا، ف يعني الله يديم النعمه يا ربي ويحفظها من الزوال. بس فنسوي شغلات كذا سريعه ياكلونها بسرعه. فاليوم اخترت لكم هذه الوصفه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. وبس كذا اكون خلصت كل اطباقي معاكم اليوم. بس وقت التحضير، نحط السلطه في طبق التقديم وعلى الصاجه المطبق وعلى الصاجة أو على الحماصة هذه، وبألف عافية. راح أبدأ أحط، طبعا بخيتها ببخاخ الزبدة بس علشان يصير في مساحة، بحطها كذا عرفتوا. وقفل عليها. هنا
هنا شوفوا ما شاء الله تبارك الله المنظر الشهي.